أخبار اليوم. شكرا مدام السيد. حضرتك كلمنا النهارده عن طبق الفول اللي اتعمل وخد منكم وقت قد ايه وكانت كميه قد ايه تقريبا؟ هو حضرتك علي صوتك بقى. تقريبا 50 شيف، اكتر من 50 شيف تقريبا في شهر عمل النهارده. طبق الفول عامل 3 طن ني، وبعد ما استوى حوالي 4 طن ونص تقريبا عشان الميه والبصل والطماطم والتوابل اللي حط عليه. طبعا احنا سعداء جدا ان هو اتعمل في على ارض مصر، وده يشرف العرب كلها ويشرف المصريين، واتمنى ان مصر تخش مشروع جنس ممكن 50 كيلو فول يشغلوا مطعم كامل في اليوم او 70 كيلو، ما بالك 3 طن بالظبط. اه ما هم دول وفي وقت واحد ولا كان على دفعات؟ لا المفروض هم استووا على 3 ايام بس، لازم الفول يستوى كله فريش يعني، التحليل كان في اليومين الاولانيين وبعد كده استوى كله امبارح بالليل مع بعض. طبعا ده كان مجهود شاق جدا ان هم يتعملوا كلهم في وقت واحد عشان يطلعوا مصرفين يعني. تمام. بس يعني حضرتك يعني 100 كيلو ممكن يشغلوا مطعم فيها 20 شيف، ما بالك بقى يضرب ال 100 و4 طن ونص بيعمل له 150. ما شاء الله. عايزه حاجه تستاهل موسوعه جينيس. ليه؟ الموضوع كان صعب والحمد لله تم في نجاح. والله انا كنت بتفرج على قناه النهار وعلى الشيف علاء، فكنت عملت مداخله تلفزيونيه لاني كنت غيران على المهنه، فكنت بتكلم في نقطه معينه كان حصل كلاش كده على موضوع الفول، وقالوا انه بيتحط عليه ماده كاويه عشان خاطر يستوي بسرعه وحاجات زي كده، فانا كنت طالع ادافع واقول ان مفيش الكلام ده. ففوجئت بان في مهرجان للفول، فقلت له انا عايز اشترك باي حاجه يعني، حتى لو بالنصح بالارشاد، فوجه لي الدعوه. وجيت النهارده ولقيت النهارده بسم الله ما شاء الله كانت حلوه جدا، طعمه فعلا جميل جدا، الخلطه كانت واضحه. يفرق ايه عن الفول اللي بناكله في مصر هنا؟ طعم مختلف يعني عن اللي موجود في الشوارع؟ الخلطه اللي فرقه الطعم، لكن بجد جميل جدا. هو كان طعمه جميل ومختلف عن العربيات الثانيه، يكون في خلطه حلوه احسن من هو الفرق في الخلطه فعلا. لا خطه دي طعم جديد، دي طعم احسن يعني. وبالنسبه للمهرجان اللي هو عملته الاحتفاليه كلها رايقه جميل جدا بجد، اولا منظم ورايق يعني، انا اتبسطت بالمكان اتبسطت حلو منظم ما فيهوش غلط. وانت رايك؟ كان لذيذ لسه اليوم ما خلصش بس كده عايز تنظيم وتعمل كويس للمكان اختيار المكان كمان مبسوطين؟ اه جدا اختيار المكان مناسبة لك خلطة تحفة غيرة طعم الفول خالص مخليه يعني مختلف حتى عن اللي احنا بنعمله في البيت. وبالنسبة لتنظيم الحفلة النهاردة كانت جميلة؟ والله تنظيف الحفلة لطيف، يوم لطيف يعني، بغيرنا فيه جو، خرجنا من بره الروتين بتاعنا، ضحكنا فيها الشباب، الشباب يفرح يعني، انا فرحانة بالشباب. وحضرتك؟ مجمعين الشباب خليهم يلتفتوا بشكل مختلف، يغيروا فكرهم عن الناس القديمه يعني، بجد في تطور. اخوكم من اليمن جايين نزور مصر، بنحب مصر، بنحب اهل مصر، مصر علمت الدنيا الثقافه والادب والحضاره والتاريخ، مصر يعني كما يقال باسمها المعروف ام الدنيا. عندكم فول زينا؟ اه فول. بس طب الفول اليمني يفرق عن يعني الفول المصري؟ لا ما يفرقش، ما يفرقش، هو هو بس بتلاقي شويه زياده في البهارات. لكن هذا انبسط والله، مبسوطين باهل مصر وشعب مصر، الشعب الطيب والله، اهلنا واخواتنا وحبايبنا. بتحبي الفول؟ اه مبسوطه. هنا ايه رايك في مصر؟ احنا على هي مولودة في مصر، كل يوم انت كنت في مصر وبتحب مصر وعندها شهادة ميلاد مصرية. قرب الميكروفون منها قولي. بحب مصر، ايوه، وهعيش في مصر ان شاء الله. عايش في مصر.